بين المرأة المؤمنة التي آمنت بالله ورسوله وكابدت الأعمال الصالحة وتوصلت إلى مرضاته، فهذه ستكون الحور من جملة وصائفها وخدمها ومن يرفعون لها ذيل ثوبها إذا هي مشت بين أنهار الجنة وثمارها وظلالها. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. النواحي كثيرة وشعب الإيمان متوسعة، إلا أنني أحب أن أقتصر الحديث وأضرب لبناتي وأخواتي وأمهاتي، أضرب لهن مثال، مثال في امرأة مثالية في الإسلام، تكون قدوة صالحة وأسوة طيبة ليحتذي النساء بمثلها. أنا لا أتيكم في هذا المجلس بمريم بنت عمران الصديقية الكبرى، ولا بأم موسى التي كبدت وربت ذلك النبي الكبير من أولي العزم، ولا بامرأة فرعون آسية بنت مزاحم التي عانت ما عانت وكان في آخر المطاف قولها رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ولا بخديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي آزرته على النبوة وقوته صلوات الله وسلامه عليه وبدلت له نفسها ومالها وجاهها وقبيلتها وسخرت الكل حتى تمت الدعوة واشتد عضد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله عليه بذلك وقال ووجدك عائلا فأغنى. كل هؤلاء النساء خصوصا نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا، ولكن نأتي بمرأة هي مرأة عادية، إلا أنها ضربت أمثلة حية ناطقة سارية وباقية ما بقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي الوجود. هذه المرأة هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. أم سليم اسمها الرميصة، يعني كان في عينها صغر مع جمالها وقوتها رضي الله عنها، وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرأة لها أخت تسمى أم حرام، ولها أخ يسمى حرام بن ملحان، هي الرميصة بنت ملحان، ولها ولد اسمه أنس بن مالك، ولها ربيب اسمه البراء بن مالك، ولها حمو أي أخ لزوجها اسمه أنس بن النضر، وإنما سمي أنس ابنها بعمه أنس بن النضر ومالك بن النضر. جاء الإسلام إلى المدينة وبدأ لنشر الدعوة، أولئك الفتية من الأنصار يرأسهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الفتى النشيط ما ترك بيتا في المدينة إلا وفيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة عاقلة رصينة شريفة، من أول مجلس أشرق الإسلام في قلبها وعرفت ما فيه قومها، ما فيه قومها من الضلال وعبادة الأحجار والأشجار، فسارعت وأسلمت بغير رضا زوجها وبغير مشورة منه. يغضب من ذلك مالك والد أنس ويشتد النزاع بينها وبين زوجها، مما أدى إلى زعزعة الأسرة وخ
خرج مالك غضبان من المدينة فتوجهت إلى الله بأن يكفيها شره، فمات في ذلك السفر ولم يرجع. الله أكبر. تخسر زوجها وأبو أولادها من أجل العقيدة. مضت أيام، أم سليم معروفة بجمالها وكمالها وعقلها، يخطبها رجل من أغنى أهل المدينة مالا، وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. يمد يده إليها لتكون شريكة حياته. ماذا يكون من أم سليم بعد أن انقضت عدتها وجلس أنس في مجالس الرجال؟ تقول له: قد عرفت الذي غضبت عليه يا أبا أنس، وأنت رجل مشرك تعبد حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده، أنا لا أتزوجك، فإن العويت عن غيك وعقلت أمرك وآمنت بالله ورسوله فأهلا وسهلا، وأنا سأجعل إسلامك مهرا لي. الله أكبر ولله. هكذا تنشر الإسلام بمالها من جاه، وتجعل إسلام أبي طلحة مهرا لها. هي تريد أن تنشر الإسلام بكل صوره. شرط قاسي. أبو طلحة له رغبة في الإسلام، وكان هذا أحد البواعث. امرأة ترشدني وتنهاني عن عبادة الأحجار والأشجار، استجاب لها وأسلم رضي الله عنه، وهو من أغنى أهل المدينة، ولكن لم يكن له ولد، بل كان عقيما. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويهاجر إلى المدينة. ماذا تقول؟ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع بيتيمها وقد أصبحت في حبال رجل غني من الأغنياء، يحتاج إلى من يعينه في بساتينه، في تجارته، في أمواله؟ هل تدع هذا اليتيم يخدم عمه الجديد ويحرم من العلم؟ لا. أم سليم عاقلة وجميلة كفلت اليتيم وقالت: أبا طلحة، أنس ولد يتيم، تعال نهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذت بيده وذهبت به إلى النبي: يا رسول الله، إن أنس غلام كيس وقد تنازلت عن حقي، فليخدمك يا رسول الله. يعيش أنس في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدبه، بهذه التربية الطيبة. ماذا تصنع أم سليم؟ تريد من ولدها أن يكون مثاليا ولا يفشي سر رسول الله. كن عند النبي في النهار، وبعد صلاة العشاء لابد أن تأتي إلى البيت. يبطأ ويتأخر أنس بن مالك يوما قليلا. أين أبطأت اليوم؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. تعال يا بني. تغري، ما الحاجة التي بعثك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا لا لا، لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي إنما سألته هذا السؤال لتجربه ولتعرف كياسته. قبلته بين عينيه وقالت له: هكذا كن يا بني، إنما أردت امتحانك. إذا أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلا تخبر أحد ولا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه التربية، إلى هذه العناية، إلى هذا العقل البعيد النظر. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عدا وابنها أنس ابن 10 سنوات، ربما سمع شيئا أو رأى شيئا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيفشيه إلى الغلمان، والغلمان يفشونه إلى كذا وكذا، فيتسرب سر خبر النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تحصن ولدها من هذه الناحية فتوصيه هذه الوصايا رضي الله عنها ورضاها. موقفين: تربية، بعد نظر، نشر للإسلام، تفاني في حب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم يا أم سليم، كانت موضع خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يخطب امرأة أو يتزوج امرأة، من التي تقوم باختيارها لرسول الله بتجهيزها؟ أم سليم الرميصاء بنت ملحان زوجة أبي طلحة رضي الله عنها. ننتقل، هنا علة للنساء إشوى الجزع وقلة الصبر وحب الأولاد، حملت وجاءت بولد جميل لأبي طلحة، ملء العيون وملء النفوس، امتلأت جوانب أبي طلحة فرح وسرور وبهجة وتفاؤل بهذا المولود الجديد، وهو ذو المال الكثير، ولكن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده المؤمنين. ما بدأ الولد يضحك ويجلس حتى اعترته الحمى، فشغل أبو طلحة، شغل بولده، خرج يوما إلى بساتيني، ولكن الولد قضى نحبه ومات. ماذا تصنع أم سليم أمام هذا الامتحان الرهيب، أمام ولدها وفلذة كبدها؟ تقوم تغسل الولد، تحنطه، تكفنه، تسجيه بثوب، تقول لأهل الدار: لا يخبر أحد أبا طلحة بموت ولده غيري، لا يتكلم في هذا الموضوع أي إنسان. أوامر جازمة حازمة. تقوم إلى الحمام، تغتسل، تنتشط، تلبس أحسن ثيابها، تأتي بطعام جيد وتهيئه، وتملأ البيت رائحة طيبة وتطلق البخور. يأتي أبو طلحة عند المساء وهو مشغول القلب بولده، فيرى البيت كله بهجة وسرور. كيف ولدي؟ كيف؟ قالت: هو الآن أهدأ ما يكون، هو الآن أسكن ما يكون، لا تزعجه. تقرب إليه العشاء، تتعشى، تتصنع له، تضحك له: أي امرأة هذه؟ أي قلب هذا الذي يتلقى قضاء ربنا تبارك وتعالى بهذه البهجة وهذا السرور؟ لم يتمالك أبو طلحة ولم يملك نفسه، باشر أهله وعمل عرسا. بعد أن شبع وقضى حاجته واستراحت نفسه، قالت له أبو طلحة: قال وقعت لنا مشكلة مع الجيران اليوم. ما هي المشكلة؟ استعاروا منا عارية، فطلبتها منهم فجزعوا وضجروا وفاحوا وأطلقوا ألسنتهم بكلام. يقول: كيف عارية؟ استعاروا منا عارية فلما طلبتهم جزعوا. يقول لها: بئس ما صنعوا، بئس ما صنعوا. إيه من جيران دول؟ بئس ما أساؤوا؟ قالت: نعم، ولدك عارية من الله عندك، احتسب ولدك. الله أكبر. الله أكبر. ما هذه المرأة؟ وما صبرها؟ وما أسلوبها العذب؟ أبو طلحة طبعا لم يكن له ولد سابق، حز في نفسه هذا الخبر. يموت الولد، ماذا يصنع؟ ماذا يعمل؟ يقول لها: طيب لماذا لم تخبريني من أول الأمر؟ تركتيني حتى تنجست وأخبرتيني بموت ولدي؟ ما كان يحسن منك. أنا لا أقول شيئا لو أخبرتني من أول. وجعل يتعلل بذلك وغضب، وراح يشتكي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، تدري ما صنعت أم سليم اليوم؟ ماذا صنعت؟ قال: تركت الولد وهو ميت في البيت، وقامت تتصنع وتعمل وتعمل، وتركتني حتى تنجست وأخبرتني بموت ولدي. فالنبي صلوات الله وسلام عليه يعني يقدر هذه المرأة ويقدر صبرها، ما التفت إلى كل قوله. قال: عرستم البارحة؟ عملتم عرسا؟
قال نعم، قال بارك الله لكما في ليلتكما، ربنا يضع فيه البركة. قال الراوي فلقد رأيت له 9 من الولد كلهم قد حفظوا القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الصبر؟ وما هذا الثبات؟ وما هذا الإيمان؟ نعم كانت ثقتها بالله كبيرة وإيمانها بالله عظيمة، وهي التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة. قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قيل لي هذا القصر لأم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها أرضاها. نعم مصداق قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث القدسي، إذا مات ولد الشخص يقول الله للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ يقول نعم. قبضتم ثمرة فؤادي؟ يقولون نعم. ماذا صنع عبدي؟ يقول حمدك يا ربي واسترجع. قال الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وهو الذي يبشر النساء ويقول لهن ما منكن امرأة تقدم لها 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا كانوا حجابا لها من النار. نتيجة الصبر، نتيجة الرضا بقضاء الله، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ننتقل إلى الناحية الأخرى، إيمان، تفاني في الإسلام، صبر وثبات عند المصائب. تأتي حوادث للرجال وللنساء، والحياء حسن ولكنه في النساء أحسن، ولا إيمان لمن لا حياء له، والحياء خلق. والحياء خلق يحمل الإنسان على التحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن سفاسفها، ولكنه لا يحول بين الإنسان وبين طلب الفضائل وطلب العلم والسؤال عما يهمه في أمر دينه. من يضرب لنا هذا المثال في أعلى صوره؟ أم سليم التي تقول فيها عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لا يمنعهن الحياء عن السؤال في دينهن. أم سليم كانت تدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسأله عن أشياء كثيرة. دخلت عليه هذه المرة والنبي في جلسة مع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، عائشة، أم سلمة، هند بنت أبي أمية، فلان نساء قرشيات. تدخل أم سليم وتسلم وتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الواحدة من، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ يعني المرأة قد ترى ما يرى الرجل في منامها، ترى أن زوجها يعاشرها في المنام وهي مستعدة لأن تؤدي الصلاة، لم تعرف هذا الحكم. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، إذا استيقظت من الصباح ورأت في بدنها أو في ثوبها شيئا من المني يجب عليها أن تغتسل إذا احتلمت في منامها. سؤال عسر وشديد في حق النساء، ولكن أم سليم التي القوية الثابتة تريد أن تفهم المسألة وتنقل إلى النساء مسألة يستفيد منها النساء إلى يوم القيامة. أم سلمة زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام لم تتمالك أن أخذت الخمار وغطت وجهها وتقول هل تحتلم المرأة يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة يا رسول الله، ويحك يا أم سليم فضحت النساء.
لم تتحمل هذا الموقف، فيلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا ويقول: نعم، ومن أين يأتي شبهها بالولد إن لم يكن لها ماء ويكون لها احتلام، وذلك نتيجة أن للمرأة ماء وهي تحتلم. فتردد أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، فضحت النساء يا أم سليم، رضي الله عنها وأرضاها. جلسة عائلية ممتعة يستفدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المبعوث للجميع، وفي هذا نموذج على أن المرأة يجب عليها أن تسأل زوجها أو تسأل وليها، وإن لم يكن لهم علم بذلك قرر العلماء أنه يجب عليها أن تسأل العلماء، إما بواسطة التليفون وإما بواسطة الرسائل وإما بالذهاب إلى منازلهم وتسألهم من وراء حجاب عما يهمها من أمر دينها من الغسل والحيض والنفاس والصلاة والصوم، وفي أوائل ذلك العقيدة الإلهية، ما يجوز في حق الله وما يجوز وما يستحيل، ولا تبقى جاهلة لا تعرف شيئا من أمر دينها. وإذا سألتها الملائكة غدا حينما تنتقل إلى قبرها تقول وقالوا لها: ما كنت تقولين في هذا الرجل؟ من ربك؟ لا تقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، بل تكون على بصيرة وعلى بينة من أمر دينها، لأنه هذا من العلم الذي يجب على المسلم والمسلمة أن يتقنه، خصوصا ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بأوائل العبادة كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وشروطهما والصوم والطلاق وحقوق الزوج وكيفية تربية الأولاد. كل هذا فالإنسان لا يولد عالما، ولكنه يتعلم بتعلم العلم. يجب عليها السؤال في ذلك، ويجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه لتسأل عن المسائل العلمية هذه كما قرره العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليه. بقي لنا موقفان، ما هما؟ إعانة الزوج، تشجيعه على أمور الحياة، إعطاؤه المبررات والمفرحات إذا جاءه الأضياف، إذا أراد أن يصل رحمه. هناك من النساء من إذا أردت أن تتصدق ضيقت عليك الخناق، منعتك من بر والديك، منعتك من صلة أرحامك، تكون نائبة لإبليس عليه لعنة الله عليه، الذي قال الله في الشيطان يعدكم ليش الفقر. وهذه إذا أراد أن يتصدق، أنت تركت الأولاد جيعانين، أنت تبذر الأموال، أنت كذا وكذا، أنت لا تأتيني بكذا. وهناك امرأة تشجع على البر، على مكارم الأخلاق، على الإحسان. من يضرب لنا هذا المثل؟ هو في هناك أمثال وأكثر من مثل، لو أردت أن أنقل لكم 500 مثل من نساء الصحابة في هذا الباب لكان قليلا، ولكنني لا أخرج عن أم سليم لأني أحبها محبة خاصة في قلبي لهذه المواقف الطيبة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، أم سليم الرميصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يحدث الناس في المسجد، وهذا شأنه، وما بعث إلا معلما ومجاهدا ومناضلا صلوات الله وسلامه عليه. أبو طلحة الأنصاري يراقب حركات الرسول صلى الله عليه وسلم، فينسحب من المسجد ويذهب إلى المنزل، يقول: يا أم سليم، لقد سمعت صوت رسول الله، لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ضعيفا، أعرف فيه الجوع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل اليوم، هل عندك شيء؟ عندك شيء من الطعام؟ قالت: نعم. أخرجت قرصين أو ثلاثة،
قطعت أنف، لفته بخمارها، لفته لفت الخبز لبعضه ووضعته تحت إبط أنف، قال ودفأته بالباقي وقالت اذهب بهذا الخبز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنس يذهب إلى بيت النبي يبحث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في تسع من بيوت أزواجه، النبي في المسجد، يأتي لا يضع الخبز في البيت لأن أمه أمرته أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يفشي السر ولا يقول جئت لكذا ولا جئت لكذا، يدخل يشوف ما فيش النبي يخرج، يشوف ما فيش النبي يخرج، راح إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط الحلقة وهو يحدث الناس، جاء أنس يعطي الخبز للنبي أمام الناس، لا بقي واقف يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنس؟ قال نعم. بعثك أبو طلحة؟ قال نعم يا رسول الله. قال بطعام؟ قال نعم يا رسول الله. قال الحق، اذهب إلى البيت فإننا سنأتي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الطعام؟ ما مقداره؟ 3 أكراس. هنا كان جوع النبي صلى الله عليه وسلم اختياريا وليس باضطراري، كان النبي يجوع باختياره، لو أراد أن تكون له جبال مكة ذهبا لكانت له صلوات الله وسلامه، وإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ويمكث 8 أيام 10 أيام لا يفطر ولا صائما يواصل الصيام ولا يؤثر عليه الجوع صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا كله كان اختياريا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي يقول لأهل المسجد وكانوا أكثر من 80 رجل، إن أبا طلحة قد صنع لكم طعاما فهي حل، يلا تفضلوا نروح عند أبي طلحة اليوم عنده وليمة صلاة الله وسلامه عليه. كيف يلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملاطفة؟ مرة عزمه رجل وقال له تعال انت و4 أنصار معي قليل لحمة، تبعهم رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خلى يتبعه، قال له تذل ولا نكرده، ولكن هنا عند أبي طلحة وأم سليم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم أهل المسجد كلهم، يلا تفضلوا. أنس يجري يلقاه أبو طلحة، ما صنعت؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعانك أهل المسجد كلهم. الله أكبر، الله أكبر. يرتبك أبو طلحة، ما ذبح ولا عنده طعام ولا عنده شيء إلا ذيك الأقراص، كيف يصنع؟ يفرع إلى أم سلمة، أم سليم، يقول يا أم سليم قد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، ماذا يكون موقفها؟ الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لا تهدي الشيء. تقول ما يفعل النبي هذا إلا بأمر من الله، خليه يفعل. يخرج أبو طلحة بعدما أن طأمنته أم سليم فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحادث معه حتى يصل إلى البيت، فيدخل النبي البيت يقول هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ إيش عندك؟ قال أنس فوالله لقد جاءت به تلك الأقراص، فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء وعصرت عليه أم سليم عكة لها كما عكة قربة حق السمن لكن ما فيها سمن، لكن مزمزت حتى خرجت قليل سمن كذا، عصرت عليه العكة فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وذكر اسم الله، قال أذن لعشرة، دخلوا 10 فأكلوا وشبعوا وخرجوا، إذن لعشرة، دخلوا 10 أكلوا وشبعوا وخرجوا، إذن لعشرة، وهكذا حتى أكل القوم كلهم ولم ينقص من المائدة أي شيء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وظهرت المعجزة الخالدة، يقول لها يا أم سليم، تقول والله إنها فداك أبي وأمي، إنها لا أكثر مما كانت، كانوا لا يأكلون لقمة إلا روت من تحتها مثلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. انظر ثقتها بالله وإيمانها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم تتململ ولم تتزعزع، واجهت القوم أهل المسجد كلهم وليس عندها شيء، ولكنها توكلا على الله
واعتمادا على الذي يعلم السر في السماوات والأرض، سلمت لأمر الله ووقفت أمام هذا الامتحان، هذا الموقف المشرف، وظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وتمت الأمر بسلام. طيب يا أم سليمة رضي الله عنك وارضاك، تأتينا غزوة حنين، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، وبعد فتح مكة جاءت غزوة حنين، وكان ممن يداوي الجرحى ويسقيهم وينقل الموتى من جملتهم أم سليم الرميصاء امرأة أبي طلحة. نحن كلنا نعرف ماذا وقع في غزوة، وأم سليم ثابتة كالأسد بيدها الخنجر. يقول أبو طلحة ماذا تصنعين ماذا تصنعين؟ قالت والله لئن قرب علج من العلوج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوجعن بطنه بهذا الخنجر. حازمة، شجاعة، ثابتة، يفر الرجال الأبطال من موقف القتال، وهي تبرز خنجرها وتقف ثابتة وليس معها أحد لتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا قليل من كثير يعني من نساء المؤمنات اللواتي أدينا ضريبة الإيمان في المجال، في ميدان الحرب، في تلقي الضيوف، في الصبر عند الشدائد، في السؤال عن أمور الدين. نعم في مواضع كثيرة ولا بدعة ولا غرو. فهذا البيت بيت أنس بن مالك يذكرنا فيه حرام بن ملحان أخوها، وهو الذي حمل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بئر معونة حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 80 راكبا ينشرون الإسلام في نجد، فجمع عليهم عامر بن الطفيل، جمع عليهم رعل وذكوان وعصية قبائل من قبائل نجد، أحاطوا بهم وهم كلا وليس معهم خيل، فلما رأوا الخيل تقصدهم قال لهم حرام بن ملحان، من حرام بن ملحان هذا؟ قال أخو أم سليم. قال لهم أعطوني كتاب رسول الله، أنا سأتقدم على هذا الجيش، فإن أمنوني فتقدموا وإن لم يؤمنوني فروا رأيكم. يتقدم، قال من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا أرسلك؟ هذه الرسالة اقرأها. وقف يقرأ الرسالة فأشار إلى رجل فخرج من كفر البيت وجاء من خلفه وطعنه بين كتفيه، طعنه بالرمح بين كتفيه، فلم يشعر حرام بن ملحان إلا والرمح ينبع من بين ثدييه. ماذا يصنع؟ وضع الكتاب واستلقى الدم بيده وجعل ينضح الدم على رأسه ويقول الله أكبر فزت ورب الكعبة، الله أكبر فزت ورب الكعبة. ولم يزل هذا شأنه حتى وقع صريعا رضي الله عنه. حرام بن ملحان أخو مسلم. انظروا قصة البراء بن مالك أخو أنس. هذا البراء بن مالك كان من أشجع الفرسان، وهو الذي يوم اليمامة يوم قتال مسيلمة بن الكذاب حينما ألجأوهم إلى حديقة الموت، دخلوا الحديقة وأغلقوا على أنفسهم ووقع الصحابة من خارج، والبراء بن مالك يزمجر كالأسد يا معشر المسلمين ضعوني على الترس واحملوني بالرماح وارموني في حديقتهم، فوضعوه على الرمح وحملوه على الرماح وبيده السيف ورموه إلى وسط الحديقة في وسط الكفار، فلم يزل يقاتلهم يضرب هذا ويرفس هذا ويطعن هذا حتى فتح الباب للمسلمين ودخلوا وقتلوهم جميعا رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مستقرهما. انظروا الى قصة حميها انس بن النضر، تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فيقول يا رسول الله لقد تخلفت عنك في اول موطن لقيت فيه الكفار، لئن أشهدني الله وقعة أخرى لا يرين الله مقصود. ما استطاع أن يقول كلمة غيرها. جاءت وقعة أحد، انهزم المسلمون نوعا ما، وأنس بن
النضر يستقبل يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني الكفار، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين، بئس ما عودتم أقرانكم. يراه أمير السرية وقائد الكتيبة الأنصارية سعد بن معاذ يقول له: وأنس يا أنس، كف قليلا. قال: لا، بئس ما عودتم أقرانكم، الجنة ورب الكعبة، إني لا أجد ريحها دون أحد. فلم يزل يتقدم حتى قتل وفيه 70 ضربة رضي الله عنه وأرضاه، ولم تعرفه إلا الربيع أخته ببنانه رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا يرون أنه ممن نزل فيهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك القوم الذين كانوا يفدون الإسلام بأموالهم وأنفسهم وتربيتهم في جميع المجالات، والله الموفق للخير والحق والصواب. وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، قال: وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل ايش؟ اللهم وفقنا يا رب العالمين. ان الابرار هؤلاء هم الابرار. كم سالة؟ إن عشنا إلى غد إن شاء الله نستعرض بقية نعيم الأبرار. يسقون من رحيق خمر، يعني من رحيق مختوم ختامه مسك. لا إله إلا الله. هذا الرحيق لا يكيف ولا يعرف مقداره إلا الله تبارك وتعالى. يأمرنا أن نتنافس فيه: إذا كنتم تتنافسون فتنافسوا في هذا، أما أراض الدنيا الزائلة ما تفينا شيئا. الله يجعلنا من الأبرار. والله إنها مسألة ظاهرة مشهورة، مش مسألة اختلاف فيها العلماء ولا كده، قدوا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني تعللت واحدة بتقول له أنا مريضة وتقول كذا وتقول كذا، قال: فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. يواجب عليها الطاعة، يملك البضع هذا، يحرم عليها أن تصوم نافلة بغير إذنه، يحرم عليها أن تخرج من البيت بغير إذنه، قال: يحرم عليها أن تتعلل عند الجماع حتى إذا كانت حائض. إيش تعمل؟ تستنفر، تعمل خقة لمنع سيلان الدم، وتتزر أو تأخذ سروالا وتتطيب وتتعطر وتتجمل وتنام معه على الفراش، يتمتع بها من رأسها إلى سرتها ومن ركبتها إلى رجلها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر في فور حيضتها، ثم تنام معه وتضطجع معه على الفراش وهي حلاله، ويقدر على الاستمتاع بها فيما عدا بين السرة والركبة. وأما إذا لم تكن حائضا، قال: فيجب عليها الطاعة. لماذا يجب عليها الطاعة؟ لأن الإنسان، قال: ما يتسلط الشيطان على الإنسان أكثر من تسلطه في هذا الباب، باب الشهوة. النظرة سهم من سهام إبليس، قال: وهو السهم الذي لا يخطي. والنبي يأمرنا بدواء نرقي فيه أنفسنا هذا المرض وهذا الداء. إذا جاءك الشيطان ونظرت إلى امرأة فأعجبتك وأوقد في قلبك النيران، يعني نيران الشهوة والتعلق بها، أسرع إلى البيت، أسرع إلى البيت. قال: أسرع إلى البيت وادعو زوجتك، وهي يجب عليها أن تطيعك ولو كانت على التنور، ولو كانت تخاف أن يحترق الخبز أو يحترق اللحم، ولو كانت على القتب. لو كنتم مسافرون على جمل وهي على القتب يجب عليها أن تطيعك. قال: فأت زوجتك فإن معها الذي معها، وينطفئ، قال، سهم إبليس الملعون.
لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطيع زوجها وأن تتجمل له وأن تكون حسنة الخلق. ويقول صلوات الله وسلامه عليه مرة من المرات كان قال أنس بن مالك أن بعيرا قال كان يسنو على أهل بيت من الأنصار، يعني يسقي الماء للبستان، فهو اغتلم يعني صار فيه هيجان فمنعهم ظهره، فجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كان لنا بعير اغتلم وهاج ومنعنا ظهره، فقال لأصحابه قوموا، فقاموا فجاء إلى الحائط فأمرهم أن يفتحوا الحائط، قالوا إنه قصار مثل الكلب الكلب، نخافه عليك يا رسول الله، قال لا خوف علي منه، افتحوا الباب، ففتحوا باب الحائط وكان في الجانب الآخر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع غال رأسه في الأرض ووضع منخره على الأرض وجاء يضر منخره حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال أدخله في العمل وعمل عليه الحبل، فالصحابة حينما رأوا ذلك قالوا هذه بهيمة تسجد لك يا رسول الله، نحن أحق بالسجود لك، قال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، والله لو كانت به قرحة من مفرقه إلى أخمص قدمه فاستقبلته بلسانها فلحسته ما أدت حقه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي يرضى عنها زوجها هي التي تكون من أهل الجنة، وأما المرأة العاصية المتمردة قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه عاصية لا يقبل الله تبارك وتعالى صلاتها ولا أعمالها الصالحة حتى تطيع زوجها، لأنه قد بذل ماله وتحمل متاعب البيت ومصاريفها وكسوتها وكل ذلك من أجل أن يصون نفسه عن الحرام، ولأجل أن تجعل له البيت جنة من الجنان بحيث يغض بصره ويحفظ فرجه ويربي أولاده، فإذا كانت نقمة عليه فإن الله سيعذبها عذابا أليما ويذيقها أقل أنواع العذاب من جهنم، خصوصا إذا كانت صليطة اللسان كلما دخلت وخرجت أنت لم تعمل لي وأنت لم تصنع لي وأنت لم تعمل لي، قال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء النسوة قال رأيتكن أكثر أهل النار تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني تنكرن إحسان الزوج، إذا رأت شيئا قد تقول ما رأيت منك خيرا قط، إيش عطيت لي إيش سويت لي، فهذا الكلام هو إنكار لإحساني، قال يوجب عليها دخول نار جهنم والعياذ بالله. فيجب على النساء أن تطيع زوجها وأن تحسن عشرته وأن تكون متواضعة هينة لينة، لا تؤذي أهله ولا تحدث مشاكل بينه وبين أقاربه ولا تحدث مشاكل بينها وبين الجيران، فقد ماتت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عنها، قيل إنها كثيرة الصيام كثيرة الصدقة كثيرة الصلاة تتصدق بالأتوار من الأكل إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار. مرة هذا مبين تمام البيان، ويجب على الرجل ويجب على أولياء المرأة أبوها أخوها عمها محارمها إذا أرادوا أن يزفوها إلى زوجها أن يعلموها حقوق الزوج. يقول الله قوا أنفسكم وقودها الناس، يقول لها كما قالت تلك العربية لبنتها يا بنية إنك تخرجين من عش عرفتيه إلى عش لا تعرفينه وخليل لا تعرفينه، قال كوني له أرضا يكون لك سماء،
كوني له جارية يكون لك عبدا. احفظي سمعه واحفظي بصره واحفظي انفه، لا يشم منك الا رائحة طيبة، لا يرى منك الا منظرا جميلا، لا يسمع منك الا كلمة طيبة. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن مال الزوج، مسؤولة عن الاولاد، مسؤولة عن الداخلية، فلتؤدي مسؤوليتها كما امر الله، وهذا من العلوم التي يجب عليها ان تتعلم ذلك وان تعرفه، اما بسؤال العلماء او بسؤال زوجها ليسأل لها العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى ان يصلحنا جميعا وان يصلح لنا ازواجنا واهلنا واولادنا. وكذلك الرجال يجب عليهم ان يراعوا النساء، لا تتركها في البيت وحدها تقاسي الالام وتنتظر، مرة تبرد العشاء ومرة تحمي، وأنت تقضي معظم الليل قال في السهرات وفي الشوارع تتمشى، بل إذا قضيت عملك اجعل من نفسك حظا لأولادك ولزوجاتك، وشاركهم في مشاكلهم وحل لهم مشاكلهم، لا تكن جبارا، كن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت يكون كأحدنا، يعني بذاته الشريفة صلوات الله وسلم، بمقامه العظيم يأخذ النكنسة ويكنس البيت بنفسه صلوات الله وسلامه، يركع الثوب، يخطف النعل، يحلب الشاة، يكون في خدمة أهله صلوات الله وسلامه عليه، يحسن معاشرتهم، يتكلم معهم بالكلام الهين اللين صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم، مثل هذه المعاشرة قال واجب، وعاشروهن بالمعروف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حق المرأة على زوجها وحق الزوج على امرأته، بينه في خطبة حجة الوداع، قال إن لأزواجكم عليكم حقا وإن لكم عليهن حقا، فمن حقه عليها ألا تأذن لأحد في بيته يكره، لو كان يكره أخاها أو عمها أو أحد الجيران يكره أن يدخل في بيته، يحرم عليها أن تأذن له بالدخول في البيت، سواء كان ذكرا وسواء كان أنثى، وأن لا تطئ أحدا فراشه بغير إذنه، ولا تخرج إلا بإذنه، قال ولا تعصيه في المعروف، وهو كذلك يجب عليها أن يطعمها مما يطعم، قال ويلبسها مما يلبس، لا يروحش الهوتيل يأكل أنواع المآكل الشهية ويحمل إلى البيت كدمة أو عصرة من الكرات ويضعها تعاني أنواع الجوع والآلام، بل يطعمها مما يطعم ويلبسها إذا لبس كذلك، ولا يقبح ولا يهجر ولا يظهر المشاكل التي تكون بينه وبينها، قال لا يظهر هذه المشاكل إلا في مخدع النوم بينه وبينها، لا يطلع على ذلك الأولاد ولا يطلع على ذلك الأهل ولا الجيران، لا أهله ولا أهلها، قال لا يهجر إلا في البيت، قال في مخزن النوم يحل المشاكل، لأن المشاكل اللي تكون بين الزوجين إذا تعدتهما ووصلت إلى الأهل ووصلت إلى الجيران ووصلت إلى الأولاد يتعقدوا بسبب ذلك وتعظم، قال وتعظم المشكلة، ولكن إذا حلها مع زوجته وكان معها يتكلم معها أمام الناس عادي ويحسن الثقة بها، قال أكثر ما يضر المرأة ويضر الزوج الغيرة في غير محلها، ينبغي أن يحسن الظن وأن يحسن ثقته بها كذلك، يحسن الظن ويحترس، يعني لا يضع لها الحبل على الغارب ويظن أنها معصومة ولا يتشكك منها في كل شيء، نظرت فلان تكلمت مع فلان، هذا الكلام يجرح شعورها ويبعد ثقتها بزوجها، يقول المثل سموك حرامي شلشل من جلك، لا يتكلم الكلام القبيح ولا يتهمها إلا إذا أراد أن يلاعن، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النور، علينا أن نتعلم الآداب وأن يقوم الأزواج، قال
بالآداب والواجبات نحو أزواجهم، وتقوم الزوجات بالواجبات نحو أزواجهن، والعبء الثقيل هو على الزوجة. الزوجة إذا كانت عاقلة، إذا كانت صالحة، إذا كانت قانتة حافظة لأمر الله تبارك وتعالى، والله لو كان زوجها وحشا لاستمالته وأنزلت من كبريائه وجعلت له من بيته الصغير جنة يرتاح إليها، ولا يدري متى يصل إلى ذلك. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أولادنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى،
موسى قلنا لا تخف إنك أنت
جزاء من تزكى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.